زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. والبداية بتساؤل مثير، هو لماذا معظم الحكومات المغربية أثناء تشكيلها كتلقاها واكبها واحد الشعور بالفرح، واحد النوع من التفاؤل وانتظارات كبيرة عند التشكيل ديالها، بخلاف حكومة يعني عزيز أخنوش؟ المتتبع الصفحات الاجتماعية وما يدون في الصفحات الاجتماعية وبعض التصريحات والمواقع الإلكترونية ما بشكل بسيط غادي يلاحظ بأن هذه الحكومة وهي تتشكل يصاحبها نوع من القلق، يصاحبها نوع من الحزن، يصاحبها نوع من يعني التدوين، أحيانا يصل إلى مستوى الهجوم العنيف، كيصاحبها نوع من الخوف، ما كاينش امال وما كاينش تفاؤل. فعلى الاقل شفنا غير حكومه مثلا عبد الرحمن اليوسفي اثناء التشكل ديالها كلنا كنتذكروا الامال الكبيره اللي انعقدت على الحكومه وانتظارات اللي كانت والجو المناخ الوردي اللي تخلق في تلك الفتره. حكومه دري جطو بصرف النظر على الظروف اللي خرج بها عبد الرحمن اليوسفي، ولكن مع ذلك كانت انتظارات كبيره من السيد دري جطو بحكم جاي من عالم الاعمال والسيد ما عندوش شي صوره خايبه، فكانت عليها امال كبيرة طيلة واحد الشعور. حتى حكومة يعني عباس الفاسي، ولو أن عباس الفاسي يعني دخل الحكومة وهو يجر خلفه الفضيحة ديال النجاش، ومع ذلك نتذكر كان نوع من 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 من, من الآمال. حكومة عبد الإله بن كيران كتشكل وكان عليها آمال كبيرة وبأنها غتنقاد، ولا عقلت الصورة ديال عبد الإله بن كيران كتغطي معظم الصفحات يعني الإلكترونية، وكاين بورتريات كتدخل الحياة ديال بن كيران، كيف يعيش بن كيران، حتى غطى على كل الفاعلين السياسيين في تلك اللحظة. حكومة سعد الدين العثماني في تلك اللحظة بان بأنه طبيب وهادئ وظريف وغنساليو مع زمان ديال المواجهات، وأنه إنسان سموح وإنسان ديال التوافقات، فكذلك تعقد عليها أمل وكلنا السباقين إلى التنبيه لهذه الحكومة. ولكن الملاحظة الغريبة هي حكومة عزيز أخنوش، حكومة تتشكل في واحد الأجواء يعني مكهربة، وواحد الأجواء كأن ما نعرف شنو، وكأنه يعني كاين شي فراغ يعني في هذا المستوى. والغريب قبل ما ندخل أو لا نوقف عند النقط اللي كنعتبروها من وجهة نظرنا الأسباب اللي زرعت الخوف، الأسباب اللي خلات هاد الناس ما كاينش انتظارات تجاه حكومة. الغريب في الأمر هو أن حكومة يعني عزيز أخنوش عدد من الأشياء معها إيجابية جدا، كاين بعض الإشارات اللي هي إيجابية. من جملة هاد الإشارات مثلا هو انسحاب مثلا عزيز أخنوش من الهوليدينغ العائلي، كانت إشارة إيجابية جدا. الإشارة الإيجابية الأخرى في هذه الحكومة واللي خصنا نقولها بكل شجاعة هو أنه لأول مرة عندنا واحد الأغلبية ولا وزراء قلال، مخلاف مثلا ديك الستة ودوك الخمسة اللي كانوا، فملي كيكون عندك ثلاثة قلال فهذا كيسهل العملية ديال المساءلة ديال الحكومة. هذه نقطة إيجابية. نقطة إيجابية أخرى في هذه الحكومة هو أنه بخلاف الوضع اللي كان عندنا سابقا اللي كنحسوا بحال كاين شي بارشوك في الحكومة، اليوم الشعور المغاربة كيقول لك أنه في مواجهات من يحكمون، يعني عزيز أخنوش والبام وكذا، فهذو الناس أصحاب القرار، وليس البي جي دي كان يقدم كأنه غير شي بارشوك. اليوم هذه مزيانة المغاربة في مواجهة الحاكمين. إيجابية أخرى في هذه الحكومة كذلك هو أننا اليوم إذا واحد حكومة كتحكم وعندنا المجالس ديال الجهات وديال الأقاليم، فهذا شيء هما نفس الأحزاب اللي كاين في الحكومة، وهذا إيجابي في عملية ديال تيسير الأعمال والأشغال. الوضع اللي كان سابق كتلقى مثلا الحكومة من حزب ورئيس الجهة من حزب آخر ومن المعارضة، وهذا كان كيدير العصافير الرويضة في عدد من الأوراش، وكان كينعكس على التنمية وعلى مصالح ديال الناس. إذن هذه كلها أمور إيجابية. ونقطة إيجابية أخرى هو أنه اليوم كاين نوع من الناس اللي تصدروا النتائج ديال الانتخابات، فالمغاربة عطاوهم الحكومة، فاللي جا الأول وجا الثاني وجا الثالث منطقيا هما اللي غادي يحكموا، فهذا أمر كذلك إيجابي في هذه الحكومة. إلى جانب آخر هو كيبان بأنه اليوم أمام ناس رجال الأعمال وناس عندهم الفلوس واللي عندهم الشكاير، وبالتالي ما تبقاش ديك السجالات والعصافير الرويضة والخدمة غادي تيسر مزيان، وغيكون يعني غيفكروا وداك المشروع التنموي خصو الفلوس، لان المشروع التنموي خصو الفلوس، وبالتالي هما الفلوس هما اللي غيدبروا الحكومه. اذا هذه هي الامور يعني باقتضاب ربما تكون بعض النقاط الاخرى اللي ايجابيه بخصوص هذه الحكومه. ولكن بالمقابل الغريب كما قلنا هو كاين نوع من الخوف، كاين نوع من لا ثقه، كاين نوع من الريبه، كاين نوع من التردد، وما كاينش انتظارات وما كاينش امال تجاه هذه الحكومه. لماذا؟
اولا الجانب الاول هو وهذا منطقي، الناس مثلا تيقول لك عزيز اخنوش دار سلوك زوين منين ساحب من الهوليدينغ العائلي، سلوك جميل جدا ويصفق له لانه تجسيد او ترجمه الفصل اعتقد لما خانتنيش ذاكره 36 من الدستور اللي كذا على تضارب المصالح. ولكن بالمقابل الناس كيسولوا واش هو عاد جا جديد للحكومه؟ لا، كان في الحكومات السابقه عشر سنين. اذا علاش هذه الخطوه ما دارهاش قبل؟ لماذا الان؟ هذا كذلك تيخلي واحد على ما استفهم تجاه هذه الخطوه، لانه 10 سنين هو وزير وكانت عنده المصالح، هذه القناعه ديال عدم تضارب المصالح، كان الفصل 36 من الدستور قديم 13 سنوات، لماذا لم يقدم السيد اخنوش على هذه الخطوه في التجارب اللي سبقت؟ واحد اللي كيخلي كذلك النوع من الريبه والتردد هو ان عدد من الناس اليوم اللي فازوا في الانتخابات الاخيره هما ناس مذكوره اسمائهم في التقارير ديال الحسابات، اندري جطو معظمهم مذكورين ورجعوا اليوم ناجحين. اذا كيف الناس غادا تتفائل؟ يعني كنشوف اكثر من هذا نقطه اخرى، كاين ناس مدانين من طرف القضاء، كاين مدانين السيد ديال بوزنيقه مع كل احترام ليه مدان ابتدائيا واستئنافيا والمفراه في النقد، وعنده على ما خانتنيش الذاكره شي 4 سنوات موقوفه التنفيذ وغرامه، و30 عام هو في بوزنيقه، 30 عام. كيفاش الناس غادا تطمئن دابا لهذا الشيء اللي كيتشكل؟ مثلا هذا سؤال، مثلا كتلقى واحد السيد اخر سميتو السي العيدودي من الحركه الشعبيه، اعتقد الاخر من ديال البوزنيقه من حزب الاستقلال، السي العيدودي مثلا هذا ديال الحركه الشعبيه مدان من داخل المحاكم بسنتين موقوفه التنفيذ، وكيرجع كبرلماني وكيرجع كرئيس جماعه، وكان هو رئيس جماعه ديال الحوافات، وهذه المره مشى رئيس جماعه ديال دار القداري واختو رئيس جماعه بلاصه الحوافات. اذا هذه كيفاش واحد مدان وكيرجع للبرلمان وكيرجع رئيس جماعه واختو كترجع رئيس جماعه بلاصته؟ فكيف انه يوقع الاثمان؟ هذه اشياء اخرى كذلك تدكي هاد المشاعر ديال الخوف تجاه ما يتشكل. اشكال اخر ومرتبط بهذه العمليه هو ان المغاربه ما كيتبعوا، كيبان لهم بان الفساد في المغرب ولو انه الحكم والقضاء هو اللي يقول كريمته، ولكن مني غير مؤقتا ما كيبانش ان الفساد في المغرب ملتصق بحزب واحد ولا بشخص واحد. فملي كتلقى مثلا هذا الشخص متابع بتبديد الاموال بالفساد من الحركه الشعبيه كما قلنا السي العيدودي، كتشوف مثلا هذا ديال محمد كرين ديال بوزنيقه من الحزب الاستقلال، كيبان لك مثلا شخص اخر مدان السي عبد النبيل بعيوي رئيس الجهه مدان ابتدائيا واستئنافيا ورمي في النقد، كيبان لك خر من حزب الاستقلال عمر حجيره مدان ابتدائيا واستئنافيا، سي عمر حجيره مدان ابتدائيا واستئنافيا بتبديد اموال، وكيرجع السي حجيره للبرلمان، وكيرجع السي بعيوي رئيس الجهه هو مدان، وكيرجع السي العيدودي هو مدان، وكيرجع السي محمد كين هو مدان، وعدد منهم. فكيف ان الناس او المغاربه ان يطمئنوا وكيشوفوا ناس قال القضاء باسم جلاله الملك وطبقا للقانون يعني كلمته في حقهم، وان لم يكن الحكم حائز لقوه شيء مقضي به، ولكن هذاك القاضي اللي حكم عليك ابتدائيا راي الله وانه تكونت عنده عناصر اثبات، عنده قناعه، واخا الجوله الاولى وجا السينف ايد لك هاد جوج محطات كاملين هاد القضاه تاع كيخربقوا حتى غتجي محكمه النقد. وعلاش محكمه النقد كيبقى الملف تما؟ هذا هو الخطير جدا. علاش محكمه النقد ما يكونش اولويه البات في الملفات ديال الناس اللي غيترشحوا؟ واش محكمه النقد كتخلي الناس اللي كيدبروا الشان العام؟ القضاء الابتدائي غير كلمه، الاستئناف غير كلمه، وقاس الملف وداس الانتخابات وهما كيتراسوا. كيفاش المغاربه غيطمئنوا الحكومه من يشوفوا اشخاص مدانين بتبديد اموال من طرف غرف جرائم الاموال وغيجيو عاوتاني يتحاكموا في الوقت اللي كيشوفوا المغاربه عدد من الصحفيين والمدونين فقيه كما هضرنا الامام مسكين عامين نافذ ومشدود، واش الفقيه بدد اموال عموميه؟ اموال عموميه المغاربه اموال، راه كنبغيو نشاركوا وكنبغيو نشروا التفاؤل وكنبغيو نكونوا ايجابيين ولكن المغاربه شاركونا. كيفاش امام حامل لكتاب الله عاد تعطيه 1000 درهم وخرج عبر تحت الغضب مسكين ولا الدواء ولا ما عنده باش يخلص غضب، عطيتيه سنتين وبسرعه وكيدوز الحبس، واحد عطيناه المال العام وعنده القسم ويدبر، وكتلقاه واكل التروطوارات ما كنهضرش على الاشخاص، واكل التروطوارات والميزانيه والمازوط، شكون اللي عطى الازمه ديال منين كيجيو الارهاب، منين كيجي الفساد، منين كيجي الحريق، منين كتجي الدعاره، منين كيجي التسول، راه انه من هاد الفلوس كتقل. اذا خصنا هاد خص يكون تشديد العقوبه على هاد ناهبي المال العام. هاد ناهبي المال العام كتلقاه بعضهم كيدبروا الشان العام وكتلقى عنده احكام قضائيه، فهل
يمكن في هذا الجو هذا يعني يكون واحد الجو ديال التفاؤل. هذه نقطه. نقطه اخرى اللي كتخلق واحد الجو ديال 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 التفاؤل وكتخلع عباد الله وخصنا نقولوها بمنتهى المسؤوليه وهذه راه قلتها، هو انه الفساد المغاربه ما كيشوفوش حزب واحد، كتلقى في الحركه الشعبيه ومتابع واحد من حزب الاستقلال والاخر من الاحرار ومن البام ومتابع من الاتحاد الاشتراكي، فكيبان له بان العمليه كل الاحزاب السياسيه كامله يعني الفساد منتشر فيها. اضيف الى ذلك اللي ما كيخليش واحد الجو من التفاؤل هو ان المغاربه ما ملي كانت كتشكل الحكومه ولا قبل ما تجرى انتخابات عارفه الاخر واش غينجح، فما كاينش انتظارات. هذا مشكل خطير جدا. علاش؟ لان الدعايه كانت كبيره جدا والناس عارفين بان اخلوش، ما كانوش عارفين المغاربه البي جي دي غيتمنى بديك الهزيمه، ولكن ملي كانوا عارفين اخلوش فلهذا ملي كانوا عارفين انتظارات ما كاينش وبالنسبه لهم الامر عادي، بل تحققت الافكار اللي كانت عندهم. نقطه اخرى اللي خلقت نوع من التردد هو الفارق الكبير بين البام وبين البي جي دي، سيرتو البي جي دي، انك انت البارح كتاخذ 126 مقعد ولا 125 كتهبط 13، لو كان هبط 90 او 80 او 70 كانت تكون انتظارات من الحكومه. الناس حسوا داك الشيء ما راكبش، يعني ما يمكنش شيء بهذه الطريقه من 126 الى 13، يعني واحد الفارق كبير جدا. والغريب في الامر اللي كيخلي واحد النوع من الشك ولا كيخلي الناس كذلك ما كاينش تفاؤل هو، وهذه هي النقطه الغريبه، هو ان الحزب المشارك مع البي جي دي في الحكومه خدا المقاعد بزاف، فلا كانت الشعب المغربي غيعاقب الحكومه والتدبير الحكومي غيعاقب البي جي دي ويعاقب حتى الاحرار لانه شريك ما كانش معاه، بل ان الاحرار كان يضع يده على اهم القطاعات الحيويه، عنده الفلاحه والصيد البحري القطاع الحيوي مره، عنده الصناعه، دبر الماليه عن طريق بوسعيد وعن طريق يعني اهم القطاعات، اهم القطاعات يعني الحيويه كانت عند حزب الاحرار، فهذا كيطرح على مسيفه من كانت العقاب الشعب كاعي على السياسه، فغيعاقب من دبرها، غيعاقب البي جي دي، ولكن يعاقب حتى شكون اللي كان داير يدو مع البي جي دي. على هل ما كانش كيحكم الاحرار من داخل كان كيحكم، فهذا كيخلق واحد العمليه كذلك ديال الريبه والناس ما كتفهمش ما الذي جرى وما كيخليهمش يتفاعلوا مع هاد الحكومه رغم كما قلت بعض الاجراءات ديالها. نقطه اخرى كذلك وهذه حتى هي نقطه وعندها تداعيات ديالها هو الاجواء اللي مرت فيها او تهيئ الانتخابات، القاسم الانتخابي اللي كان واحد التدخل فيه خشن وعبرنا على موقفنا بشكل كلير، لان الفصل 2 من الدستور واضح بان الاقتراع المباشر هو اللي كتجي منه الانتخابات، هو اللي كيعطي عباد الله ماشي عن طريق اللوائح. كاين عامل اخر كذلك اللي كيخلي نوع ديال الحكومه واحد النوع من الناس ما كاينش تفاؤل وما كاينش انتظارات، هو الاجواء، هو الاعتقالات اللي كاينين دابا كما قلت الامام وكما فيها الصحفيين باقيين في الحباسات والمدونين، وكذلك كاين بعض الاشخاص معتقلين، وكاين البعض اللي نسب الاعتقاد او ربطوا بسي عزيز اخنوش. هادشي تقال نحن ما كنتهموش سي اخنوش في هذا المستوى، ولكن كاين هذا المستوى. اذا هذا الطرح كذلك اشكال، كيبان لك بان بنادم سبب الاعتقال هو كذا، فكيخلي واحد الشرخ ما كيخليش الناس تنفاعل وتفاعل مع مع, مع مع الحكومه، الى جانب كذلك النقطة أخرى ما كتخليش الناس تفاعل مع الحكومة وتخاف، هو أنه كيبان بأن هاد الناس اللي كيحكموا دابا فوق القانون أو لا يخدعون المساءلة. الدليل هو أنه طرح النقاش ديال ديال ديال, ديال المحروقات وما كانتش فيه حتى شي مساءلة ولا ترتيب حتى شي حتى شي جزاء، كان بعض وكذلك ولو أنها ما تخدعش، ولكن الكلمة اللي قال السي عز أخنوش ديال غنعاود لكم الطربية ماشي فقط العدل اللي غادي خصو يدير العدل ولا لا جوستيس اللي كدير خدمتها لان واحد سب ولا هذا، حتى المغاربه خصهم يديروا خدمتهم، المغاربه اللي ناقصها التربيه خصنا نعاودوا ليه التربيه ديالو. فهنا عدد من الناس المتتبعين للشان الحكومي اليوم والمشاورات اكيد كيطرحوا واحد السؤال، تيقولوا كيفاش الشعب السيد اللي قال هذه الهضره والمحروقات، محروقات اللي ما قدر يقيسها لا السي عباس الفاسي ولا جطو، يعني تحرير الاسعار بديك الطريقه ما كان حتى شي واحد، المازوت كيطلع بديك الطريقه ومع ذلك كيجي هو الاول، اكثر الناس داروا المقاطعه ديال 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 الشركات ديال السي عز اخلوش، يعني كيفاش الشعب قاطع ولكن هذاك اللي قاطع تيرو جاه هو الاول، فهذاك كذلك كطرح بعض علامات الاستفهام لدرجه البعض كيقول حتى وان كان يريدون ان يكون الاحرار الم يكن حري يكون شي شخص اخر من غير اخلوش؟ لا نخفيكم سرا هذا سؤال استفزنا وبحثنا عليه وما نقولكمش عندنا عليه جواب، ولكن اثار كنت كنقول يطلع شي واحد اخر علاش بالضبط اخلوش؟ لماذا تحديدا ذلك الشخص؟ واش حيت هو مول شكاره؟ يعني حيت المشروع التنموي خصو شكاره دونك خصو يكون اخلوش؟ واش نكايه في جهه ما هذاك الشخص هو اللي غادي يكون؟
ولا واش ان اخلوش مطلوب دوليا انه مرغوب فيه على المستوى الدولي، او لا سي اخلوش فقط يعني غيكون غير ارنب سباق يعني من بعد مثلا بعد نقدم بعد عام ولا كذا مع الجهه، ربما هذا الشيء علاش مثلا الجهه يقدر يهبط ويجي شي واحد اخر بلاصتو لا نعرف. وهذا كيرتبط كذلك بواحد اشكال اخر ونقولوه اللي هو حتى الناس ملي ما كتفائلش وكاين نوع من الريبه، تيقول الناس كيبان لهم ان عدد من الناس المرشحين اللي فازوا باسم الاحرار كانوا في البام فالاحرار اليوم هاد المقاعد واش ديهم بالاحرار. دابا الا جينا درنا واحد العمليه شدينا هاد الناس اللي نجحوا باسم الاحرار كاملين وخدينا مثلا السي في ديالهم والباركور ديالهم وشكون هما، واش كلهم انتموا للاحرار وكبروا في الاحرار وعندهم علاقه بالاحرار، ولا حتى سقطوا على الاحرار من بعد الفشل ديال التجربه ديال البام السابقه؟ اذا هما بام ولكن منين مصبوغين بالاحرار. كذلك هاد الحوايج انا كنعرف هذا كان البارح في البام ولا هذا كان في كذا، اذا كيف هذا المشكل هذا؟ هذه كذلك من الاشياء اللي كتخلق واحد النوع من الريبه. طبعا وكاين عدد من الاشياء اللي كتخلي بزاف 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 اللي كتخلي هذا النوع من الترقب وهذا النوع من الخوف وهذا النوع ما كاينش ذاك الامال كما قلت كما كانت مع يوسف. اليوم طبعا حنا ما يمكنش نكونوا سوداويين وما يمكنناش نبقاو حابسين الماضي وغير كان كما تنقولوا مالك مزغب، بالعكس نريد ان نشروا واحد الخطاب اعلامي اللي كيخدم البلاد. ولكن مني كما كنقول دائما انا واحد المقوله، التشاؤم الصادق خير من التفاؤل الكاذب، التشاؤم الصادق خير من التفاؤل الكاذب. كما قلنا البارح مثلا في البيرو، من بعض المرات خصك تنتقد وخصك اي ما تكذبش غير ما تجناش غير ما تكونش مدفوع، دير داكشي بحس وطني وبالاخلاق. راه مزيان النقد، لان النقد كما تيقول تشرشر، النقد يقوم مقام الالم في الجسم، النقد يقوم مقام الالم في الجسم. مثلا باش غادي نعرف انايا غنمشي للدواء خصني نحس بالالم الضر، ملي كنضر هذاك الالم عاد كنداوى عاد كنمشي نشري العلاج كنمشي على الطبيب اكسيتيرا. ولكن تصور انا مريض كنتهلك وغادي للموت وما كاينش الم، اذا الالم هو حاجه خايبه ولكن ايجابي ينبهني ويدفعني الى ضروره العلاج. نفس العمليه عن النقد، نقدر نقول لك انا مثلا بوريطه فيه علاج باش ننبك نشوفوا شي واحد احسن منه، باش نغزو عفوا سمحوا لي على التعبير حنا كنهضروا بعض المرات بهذا التعبير هذا، باش مثلا نستفزوا او كذا باش يجود اداؤه. تصور حتى واحد ما كيهضر مع شي واحد ما عاد، اذا واحد الناس يقول لا نضر نقول لا نقولوا غير ما نبالغوش وما نزيدوش وبالصواب. فالنقد يقوم مقام الالم في الجسم باش كيكون التطوير. لهذا اليوم هذا الوضع اللي كنعيشوه كنحاول ننبهوا الحكومه بان المخاطر كبيره وبانها الوضعيه الشعب. انا كتبت غير تدوينه في صفحتي كنبغي نشوف كل شيء كيتوقع الاسوء، كل شيء كيتوقع الاعتقالات، كل شيء علما انهم نحن نستبعد، انا بخلاف ما كيعتقدوا البعض، بالعكس الشروط المغربيه لا تسمح بتاتا بمزيد من الاحتقان، والشروط المغربيه لا تسمح بتاتا بمزيد من التصعيد، راه بخلاف ما كيعتقدوا البعض، والايام بيناتنا بالخلاف. علاش؟ لان اليوم هذا الوضع الحقوقي وهذا الشيء، وهنا هذا هو المنطلق السي عز اخنو، خصو يدفع في هذا الاتجاه. خاص اولا الا بغى هذا الوضع هذا يكون واحد الانفراج سياسي ضروري، ما عندنا تربح في المعتقلين في الحبس صحفيين ولا نشط، ما عندناش. انا لا قنعني ما يقولش شي واحد ميل جنائي وحق المدني مطالب مدني، ماشي كنقصوا كاين ميل ناس قتلوا وذبحوا في بوليزاريو ودقدقوا، ولكن المصلحه العليا للبلاد قلنا ان الوطن غفور رحيم، وعندنا مدنيين وشحال الالاف اللي تعاطبوا وتقتلوا، وكاين ناس دبروا الشان العام وتراسوا عمالات وتراسوا ولايات وهم متورطون في جرائم ضد الانسانيه كاع نقدر نقولوا ضد المغاربه. اي ولكن اقتضت المصلحه العليا ديال القضيه الوطنيه بواحد الوقت على اننا نخالطوا نفس العمليه. اليوم ما عندناش علاش نوضوا يعني نبقاو مش معتقين هاد الصحفيين وهاد السياسيين وما نستصغروش الامر. راه غدا نقدوا نتفاجئوا بشي تقرير ديال الامم المتحده اللي تقول لك مراقبه مثلا حقوق الانسان في الصحراء بحال داكشي دارت سوزان رايس، راه ممكن تلقى شي تقرير ديال الامم المتحده يخرج لك في المستقبل ويكون الباعث ديالو هو هذا التشدد تجاه الصحفيين، وخصوصا ان كان رد الفعل ديال بعض المؤسسات تجاه في الملف مثلا ديال بعض الصحفيين بحال سليمان. الناس ما قراوش عواقبه، راه ماشي بالضروره الامريكان دير لك تقرير مراقبه حقوق الانسان في الصحراء، تقدر تدوز لك عن طريق الامم المتحده وشي طريقه ولقاو راسنا. وانا ذاك راه غيطرح نقاش والحساب راه ما يبقاش غيولي اياك الناس يقول كنا كنقولوا والناس ما تفاعلوش معنا. اذا انفراج سياسي وحقوقي حكومه والسي اخلوش خاصو يدفع في هذا الاتجاه، على الاقل هذه الانتقادات اللي قلنا غادا تذوب شويه والناس يحسوا. خاص نحس هذه واحد، اذا خاص انفراج سياسي تجاه الحقوقيين وتجاه الصحفيين غير معقول. اننا حنا في منطقه شمال افريقيا حنا هما الدوله اللي عندنا اكبر نسبه ديال المعتقلين الصحفيين والسياسيين والنشطاء وامامه عباد الله.
امام تعطيه عامين ديال الحبس، ما مغتصب، ما قاتل، ما سارق، ما عبر على رايه ولا وقف ولا كذا. مكره اخاك على بطن، لا نبرر الفعل، ولكن ناخذ الدرس. ياك حنا مسلمين والاسلام دين الدوله، الفصل الثالث من الدستور. ايوا عمر بن الخطاب جابوا له السارق، والله كيقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء ما كسب من الله نكالا. وقطع، هذا نص قطعي ماشي تظني، يعني نيشا فيش. ولكن عمر شاف المجاعه ذاك الوقت، الناس ما تلقاش ما تاكل، اذا هذا المجاعه دفعت الانسان يخالف نص او لا قاعده قرانيه وسامح. اذا خصنا ناخذ الدرس من عمر الخطاب، علاش ما كنطبقوهاش دابا؟ انسان عنده 500 درهم فقيه ولا 1000 درهم، عنده وليدات وعنده كذا، خرج احتج كذا، ناخذوا بهذا الشيء نعطيوه عامين 24 امام حامل كتاب الله. شنو هذه رساله ما مخيفه، ما كترعب ما حتى حاجه، وعاد تعطات فرصه للاعلام والشان الديني غيولي في الواجهه، والناس غيطرحوها كيفاش الدوله ديال الاسلام والاسلام دين الدوله في هذه الطريقه. وكاينه، وكتلقى انت هذا الامام في الحبس، وواحد ضارب لك الملاير وضارب ملعام ودار الطرقان وضارب الشجر وضارب الغابه وضارب كذا، جالس كيتسارى. واش ماشي حشومه؟ لقاو بلاد مسارق المال العام ولا ناهب المال العام يبدد المال العام كيتسارى وامام. اذا حكومه عزيز اخلوش لابد ما تشوف هذا الامر ديال 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 القضاء، وليس فقط هذا الجانب. مادام انا كنهضر على القضاء، كذلك خاص الحكومه تدفع في اتجاه التعديل الجنائي ولا شي معاد في هذا الجانب ديال القضاء، لان فيه مشكل خطير الخوت. راه تصوروا غير البارح جا عندي واحد السيد، تصور كنشوف انا المحضر كيكريسي وحقا كريسا واحد السيد وكريسا واحد السيد، معليش ما ندخلش تفاصيل، ولكن الملاحظه على المحاضر كاتبين المحجوزات سلسله بيضاء، انه كريت سلسله بيضاء، هذه هي المحجوزات. ولكن بديت كنقرا المحضر تنقول اداه الجريمه باش كذا موس، وكيف وصفوا موس مطويها كيفاش، ولكن علاش الموس لقاش الاخر الاب تيقول لك انا ولدي ما ضرب ما دار، تيقول لك حتى ديك السلسله البيضاء اللي في المحجوزات راه سلسله ولدي ماشي ديال الاخر، والاخر تيقول لك المعطيات اللي قايل في المحضر هاد الضحيه، وما كاينش، قال لك عطى معطيات غلطه، ما قدم لا لاكارت ناسيونال اثناء السماع ليه ما والو، قال لك عا قال ومشى بحاله، قال لك هما غايجيبوش. المهم بعض التفاصيل احترامي للقضاء، ولكن انا النقطه اللي وقفتني هي كنشوف المحجوزات فيها السلسله البيضاء اللي كيقول الاخر سلسله ولدي، ولكن فين هو الموس؟ جسم الجريمة أو أداة الجريمة ومن المحجوزات، والمادة واضحة، المادة إلا ما خانتنيش الذاكرة 56 أو 57، يعني أن الشرطة ملي كتمشي لواحد الجريمة ولا كذا كتحجز كل ما ينفع البحث مجموعة هذا الموس المطوي. إلا كنا وصفناه موس صغير مطوي، ولكن في المحجوزات كاينة غير السلسلة، إذا كيف هذا الوصف؟ والسيدة مثلا كاتبة تما أنها قالت لي وأنا درت وأنا ضربت وأنا كريسيت وأنا كنشرب، ولكن في التوقيع ما موقعاش، ما موقعش، رفض التوقيع. وهنا كنتوجه للسادة المشرعين والبرلمان الحكومة في التشريع، راه خاص إعادة النظر في ذاك الفصل اللي ما خانتنيش الذاكرة 290 ديال حجية المحاضر، وخصك حتى تجيب العكس وما سناتش. وكتلقى مثلا المعني بالأمر ما سناش وكيعتمد عليه القضاء، عباد الله وقعتنا حنا اليوم بغيناش نخوص صعوبة ثاني النقاش مرة أخرى. أنت باش حتعرف كيقول لك وقالت وجاوبت وقالت وتقول وترد، إذا كان كلامها لا لوجيك، إذا كان كلامها هو وخصها تسني، مادام ما سناش إلا ماشي كلامها أو ما حط نقاش، وكي غنديروا لها كلامها وما سناتش عليه، هي اللي قالت ولا قالت انا ذاك الكلام. اذا مادام رفضت تسني الا شي حاجه كاين تما ماشي، هذا لا لوجيك تيتقال بحال بهذه الطريقه، ما كنشكوش شي جهه ولكن لا لوجيك المنطق. ثانيا وسبق لهذا المطلب الحقوقي كان باش نتجاوزوا هذا الاشكال، علاش ما داش كاميرات كيما دارت الكاميرا ديال عفاف برناني؟ علاش ما داش كاميرات محاضر الشرطه باش نخرجوا من هذا اللغط؟ رفضت، علاش رفضت؟ انت ما كتسمع غير رفضت. وهذاك البوليس مثلا مع احترامنا لهم، كاين بوليس اللي كيتورطوا في بعض الافعال، كاين بوليس اللي في الحبس محاضر، وكاين هادشي كشي التصويره وعدد منهم. اذا كيفاش نخرجوا من هذا الاشكال؟ خاص تكون كاميرات كما قلت، هذا الاشكال بعض المحاضر. وكما كنشوف البارح ثاني كيوصلني واحد الفيديو ديال واحد السيد العربي مخلوف واحد الملف كيدوز في بن سليمان، غريب الاطوار عباد الله، خرج الجندار ينفذوا، كيبان لك ذاك المامور بالتنفيذ كيضرب وحده الجندار، حداه الجندار منوريكم شريط فيديو كيضرب. وملي مشيت كنبحث في الملف كنلقى هذاك السيد مسكين العربي مخلوف، هذاك الارض عنده حكم نقد، داك السيد واخد حكم يعني السير الابتدائي، والاخر خدا حكم استنافي، وعربي مخلوف عنده يعني واحد الحكم ديال النقد، عرفتي اعلى محكمه في البلاد. اي ولكن جبنا حكم من اعلى محكمه، علاش غتمشي تسارع وتنفذ دغيا وتخرج الجندار وهذاك الملف ذاك الحكم النقد ما عنده تقيمه؟ علاش غندير الهضر الزمان عاوتاني ندخلوا في مسارات جديده؟ اذا هذه كلها امور ديال الحكومه خص تعيد نظر الناس، كاين هضر الزمان القضائي واعاده النظر بعض النصوص التشريعيه واعاده النظر في هذه المعاناه اللي كيعانوا المغاربه في المحاكم. نقطه اخرى اللي كذلك حكومه السي اخلوش خصها تشوف فيها وبسيطه، علاش هذه الساعه الاضافيه؟ الوليدات الصغار كتلقى ولد مسكين عنده 50 سن كيفيق مع الظلمه، كيبقى فيك الصباح مسكين. هذه حكومه اخلوش اش غتكلفوا؟ شنو غتكلفوا؟ بالعكس غتخلق واحد الفرح وسط المغاربه، حبس لي الساعه ترجع الساعه عاديه، لان الناس واكل العصا كاطفال مساكن ولاد صغار
والمصيبه داك الضوء اللي كتقتصدوا في سميتو في العشيه كتخسروا في الصباح بكري كتشعل البوله لابس المساكين اكثر من هذا كيتكريسه والبنات اللي كيخرجوا مساكن في ديك الظلمه بعض التلميذات ولا بعض العاملات اذا علاش هاد الساعه اللي ممكن نحيدها سي اخلوش وتخلق واحد الفرح يقدر سي اخلوش كذلك يقدر يخلق الفرح بواحد الجانب اخر هاد الاجراءات كورونا علاش هاد 9 ديال الليل واش حفظ الله كورونا غتخرج بنهار وقلتها وباقي كالعوده راه غير منطقي انا بعدا لم اقتنع بهذه الفكره واش انا كنشوف الملاعب والحمله الانتخابيه والعراسات والنقاش والاسواق وكنا كنشوفوا الاسواق الاحتكاك وعادي الحياه ولكن من 9 الليل لا الا كانت هاد كورونا كتنتشر متى التصق الانسان ثمه خطوره هنا غير التصق ما كاينش خطوره واحد التوقيت معين وبالعكس الحركه الليل كتكون اقل من الحركه ديال النهار اذا علاش هاد الاجراءات حيد هاد 9 ديال الليل 9 وحتى انا كان الهدف من هاد 9 ولا كذا غير باش نكرهوا عباد الله في البيجي ديال البيجي دي مشى بحالاته اذا علاش حنا مكرفسين هاد 9 وكاين قطاعات اللي كتنتعش مسكينه مع 9 واش كنفكروا فيهم شحال من القهاوي المطاعم الناس باغي تدخل فلوس كما قلنا الحماحه من القاعات الرياضيه عدد من الناس كيعانيوا فاليوم الحكومه خاصها دير اجراءات في هذا الجانب هذا باش تخلق واحد النوع من الامل ومن التفاؤل اضف الى ذلك وهذه نقطه في غايه الاهميه اليوم الحكومه كذلك خاصها على الاقل تشوف هذا الشيء ديال تبعد هاد الناس اللي مذكورين في التقارير مثل الحسابات وتبعد ولا على الاقل تدفع في اتجاه ديال تفعيل هاد الاحكام القضائيه ولا تسرع ولا شيء على الاقل يحسبوا الناس بواحد ولا تبعد على الوجوه اللي مدانين ولا الناس اللي ما يبانوش في المجال كيشوشوا على العمليه ثم كاين مشكل اخر راه ماشي غير كتلقى نفس الوجوه القدام وجوه قدام ما كنبغيش شخصا واحد الانسان ملي وعيت فيه انا لقيته في ودير ولده بحال اللي قلنا هذاك العيدودي مع احترامي له كشخص انا كنناقشوا كشخص يومي يدير ختوف كذا الاخر اللي حداه تما العسل دير العسل في بالقصيري وديك الجامعه التنويره دير فيها ولده وكان هو في النويرات وكان الاخر كان في الحوافات هذا وعدد في المغرب هذا كيعطيكم مع امثله وعدد من المناطق في المغرب كتلقى هو واخته وولده الاخر دار عمه باش يحيد الاخر يجي الاخر وحتى كتلقى هو كرئيس جامعه كيجي من وراه ولده باش حتى ذاك رئيس الجامعه الجديد القاشمي الفات واش يعري على بواه هذا مشكل خاص تثبت فيه ما يمكنش هذه العائلات وهذه كلها اجواء عباد الله ما كتخليش الناس ينخرطوا في هذه المشاورات الحكوميه كما قلت رغم ان الحكومه فيها بعض الايجابيات وحنا قلناها في عدد من الجهات انسجام مع الحكومه نفس يكون نفس الاحزاب امر ايجابي انه يكون غير ثلاثه امر ايجابي ان يكونوا رجال الاعمال والناس عندهم فلوس لان محتاج مزيان عدد من الامور ايجابيه ولكن هذا الشيء لا قيمه له اذا لم يتم النظر في هذه الامور هذه اللي هضرنا عليها وكنتمنى السي عزيز اخلوش يتسع الصدر ديالو ويقبل هذا الشيء هذا يقبل هذا الشيء من اجل ماذا من اجل المصلحه ديال البلاد راه ما يمكنلكش اليوم شي واحد يعتقد غادي يربح بلا ما يربح مع الشعب امبوسيبل هذه راه لا يعقل وما يعتقدش شي واحد ان الشعب اليوم ما كيفهمش راه الشعب المغربي على درجه من الوعي خطير جدا المغاربه ولاو فاهمين وعارفين ولاو كيفهموا كيشوفوا كيتوقعوا النتائج وكيتوقعوا اش غيوقع ما يحتقرش شي واحد الذكاء ديال الشعب المغربي المغاربه ولاو صعاب بمفهوم ايجابي فاهمين شنو واقع الفيسبوك واليوتيوب والتواصل خلق واحد الثوره فكريه ونضج الوعي السياسي ديال الشعب المغربي لهذا ما يفكرش شي واحد على انه غادي ينجح بوحده ابدا وعندك شي واحد يعتقد بانه يعني راه صافي ولا راه تحكم بنادم في الوضع ابدا هناك مخاطر اجتماعية ضروري النظر في الوضع الاقتصادي والتحسين ديالو والتوجه إلى الفئات الهشة والطبقات الوسطى علاش سي أخلوش مثلا ما ينظرش في الترقيات المجمدة عدد من الترقيات مجمدة عدد من الفئات اللي مثلا وكيل عصام ساكن دوك لي سيكوريتي وعدد فخد شي كامل خصو نظر كذلك للملف ديال الصحراء والخصوم شنو هانتوما كتشوفوا هاد الاختراقات اللي كيديروا في امريكا اللاتينيه وكذلك خاص انفراج كما قلت سياسي وحقوقي والمعتقلين باش هادشي كامل ينعكس على المصلحه ديال البلاد شكرا لكم الزوار ديال الموقع والى اللقاء.